حتى محمود علاء دي وكنت جاي لك فيها يا كابتن محمد، انت كنت قلت جمله دلوقتي انه انا عايز لعيبه جعانه كوره. محمود علاء ده لاعب دولي ولاعب نادي زمالك وحقق بطولات وعمل انجازات، بس هو كان محتاج تاني فرصه زي فرصه الاتحاد دي، نادي كبير نادي جماهيري يظهر فيه بشكل زي الشكل اللي كان ظاهر بيه في بدايه لعبه مع نادي الزمالك ومع منتخب مصر، فالاتحاد اداله الفرصه دي وهو بصراحه كمان ما قصرش. وده كان كلامي كتير مع محمود الحقيقه، ويمكن لما بلغني استاذ محمد مصلحي بان محمود هنتعاقد معاه انا كنت في منتهى السعاده. رغم ان محمود لاعب دولي ولعب سنين طويله جدا في انديه كبيره جدا، لكن بينطبق عليه مقوله جعان كوره لسبب انه عنده الرغبه ان يعود لمنتخب مصر، وانا اتكلمت معاه في النقطه دي الحقيقه، قال لي انا عايز ارجع المنتخب، قلت له هترجع بمنتهى البساطه. وده كان لعيب يا كريم الحقيقه نادي الاتحاد محتاجه بشده في هذا المركز اللي عانينا فيه على الاقل اخر ثلاث سنوات. وانا شاهد الاتحاد، معنا كنا في الاستوديو مع بعض، الاتحاد دايما كان مشكلته بتبقى خط الدفاع. السنه اللي فاتت داخل فينا 55 جول، صح؟ ده السنه اللي فاتت بس يعني، واللي قبلها كمان، واللي قبلها يعني. صحيح. فانا شايف ان الحقيقه طالما اشتغلنا بشكل منظم في جهد اتعمل بدراسه كامله، بنختار اللعيب بمقومات كذا، المدربين من كذا، فالامور مشيت.